السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. دلوقتي أنا في بنت أنا عايز أتجوزها. طيب. وأنا عايز أعرف أبوها إن أنا يعني مصلي وكده. أنك إيه؟ عايز تعرف أبوها إنك مصلي؟ إيه. لو قلت له يعني وأنت كذاب ولا فعلا بتصلي؟ فيها رياء يعني ولا لا؟ لا يعني انت فعلا تصلي ولا انت كاذب؟ ايوه طبعا الحمد لله. خلي واحد يكلم نيابه عنك افضل، يعني يوصفك له بما يرضي الله، لكن انت تروح تهين نفسك انا بصلي وانا بصوم. يا عمي زوجني بناتك يا عم، ده الرجل مصلي. مش كده، خلي عندك عفه نفس. ان سئلت تجاوب، سئلت هل تصلي؟ الحمد لله اصلي واقيم فرض الله، لكن انا بصلي يا عم الحاج ومعلش يجوزني بنتك. انا بصلي. اتتباكى لهم؟ انت رجل، انت رجل، تقدم لخطبة شرعية. قبلت؟ قبلت؟ ما قبلت؟ النساء سوى كثير. شكرا شيخ مصطفى، الله يكرمك.